هالست مريم، نزليني هون بدي ابعت هاي الرسالة. لكن خليني ارجع. لا 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 ما في داعي، بمشي لهنيك. لا شو تتمشي؟ لا لا ترجعي، ناوليني الرسالة انا ببعتها وانت كملي معها. لا اذا هيك منخليها ترجع. لا لا هاتي الرسالة، جاي على بالي اتمشى شوي. اسلموا اخي. يلا انتوا روحوا انا بلحقكم. ليكو زعلان، قلتي لي ما رح يزعل. لا تخافي اخوكي ما بيزعل منك ابدا، بكره بيروق استني عليه. ما بتعرفي شو حكيت له هلا، عم تلعب بعقله لاخي. لمي ما بيزعل منك ابدا، بس بهالفتره عقله مشوش شوي لهيك بتلاقيه معصي. هي مين هاد؟ هذا محمد، نسيت قلك عليه امبارح هو اللي ساعدني بالشغل. اهلا وسهلا. مرحبا. يا ابني انا اتفقت معك على يوم امبارح وبس. مزبوط، بس انا امبارح نمت هون بدون ما اخذ اذنك، لهيك قلت خليني نظف الجنينه. يا الله. انت الست فاطمه ما هيك؟ اها تشرفنا. معقوله نمت على الخشبه طول الليل؟ ما عم صدق هالحكي. ما عندي مشكله انا متعود، لا تهتمي. عفوا من بعد اذنك رح اخذ اغراضي ورايح فورا ست مريم. عم يدرس بالجامعه، اضطر يترك البيت اللي كان قاعد فيه لانه ما معه يدفع الاجار مع رفقاته، وهلا عم يدور على الشغل وعلى شي مكان ينام فيه. صار لازم امشي. طبعا لسه ما فطرت. فوت افطار بعدين بتمشي. طيب رح ساوي برك على السريع. اوه شكرا. يلا روح زبيت الطاولة بين ما جهز الأكل. ماشي. شو حرالي قلبي هالشاب، باينتو ابن حلال بس. خليه ينام هون، بيفتح المحل الصبح قبل ما نجي والناس بينطفوا. فكرة حلوة بس روقي شوي، خلينا ناخد رأي الأستاذ نزير ونشوف شو بيقولوا بعدين منقرر. والله شكله ابن حلال. أنا ما عاد أوثق بحدا، أنت بتعرفي. خايفة ليكون بيت رجدان هن اللي بعتينه. لا 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 الله لا يقدر. خلاص اليوم منقرر ومنشوف شو بيصير. يعطيك العافية. يعافيك عيوني، عالشغل؟ ايه. الست مريم وفاطمة طلعوا بكير على المحل. ايه شفتهم. مريم خانم كتير مبسوطة. شكلها مرتاحت لك كتير. كتير حلو. تغيرت من لما تعرفت عليك. يلا بخاطرك ست ميسار. يعني مو ملاحظ هالشي؟ ولا ملاحظ ومو حابب تحكي بالموضوع؟ شو بتقصدي؟ ما في شي بيني وبين المخلوقة؟ لا تستحي، أنا ملاحظة كل شي بيناتكم. أنا رايح، إذا لزمك شي دقيلي. لا تجيب لها سيرة بهالحكي، تنطمز مني بعدين. بخاطرك ست ميسار أنا رايح. مهونة. صباح الخير. صحيان بكير اليوم. مشيت شوي، قلت بشم هوا نظيف، الجو بجنن. امبارح شكلك ما ارتحت بالنوم وكنت طول الليل عم تكوبس. وانت شو عرفك؟ عم تفز مرعوب. شو عم يصير معك كل ليله؟ قلي مصطفى بجوز قدر ساعدك. لا ضغط شغل. ذكرت اسمها لفاطمه بمنامك.
شكلك كنت عم تحلم فيها. ما شفتها بمنامي. قلت بسحب منك شي بس ما حسنت. فايت اعمل دوش. الو وردة فاطمة، تفضلوا. الو الو، هدول رجعوا يزعجونا. شوفي انت فاطمة؟ ايوه انا. هاتي. الو، هات بدي حكيها. الو، مين هي فاطمة؟ ما بعرف بس شكلها بتعرف اسمي. قالت فاطمة وسكرت. ليش منعتني حكيها؟ على شو ناوية انت؟ هات التليفون. لا تفوتي حالك بمشاكل. انت شو دخلك؟ اذا صار شي انا اللي رح اتحاسب. ليكي طلع رقمي عندها. هات مصطفى. الو فاطمة، هذا انت؟ ليش ما بدك تحل عني وبدك تضلك تضايقني مصطفى؟ بتصل بالشرطة وبخبر عنك. اصلا عم بيراقبوا التليفون. اسمعيني. كتير زودت. لحظة اسمعيني فاطمة ارجوكي. يلا يلا احكي مشان يتسجل كل حكيك. يلا يلا احكي مصطفى. نور يلي دقت لك، قصدي هاجر اوفاجيك. احكي شو بدكم مني؟ حابه تحكي لك شغله. لا تحكوا لي شيء، حاجتكم بقى حلوا عني. اسمعيني، بدها تقول لك انه كريم بريء. شو؟ فاطمه شو عم يقول؟ قال ليله الحادث بعد ما راح كريم شافت مراد. شو عم بتقول؟ كانت مارقه من هنيك بالتاكسي. اصحك تكون عم تكذب. ليك قدامي وهي حابة تحكي معي. قولي لي شوفي بنتي. لحظة بس لا أفهم شو القصة. وينكم أنتو هلأ؟ أعطيها التليفون خليها تحاكيني. خليني أحكي معها. لا استني شوي، رح أجيب لك هاجر لعندك. ماشي يلا بتحملوا حالكم وبتجوا لهون. سمعتني مصطفى؟ سمعتك. شوفي نطفتي لي قلبي. قال لي نور شافته لكريم ليلة الحادث. قال لما كريم تركه لمراد نور أو هاجر، نسيت شو كنيتها. أوفاجيك. عم بتقول إنه كريم ما قتله؟ ألف الحمد والشكر إلك يا رب. اتصلي فورا. يلا دقيله دقيله لنزير بيك. شكرا إلك. يلا البسي أوعيك، خلينا نروح لعنده.